بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، بدأت انطلاقة سابع أشواط هذه الفترة الصباحية. أطلق الستار وبدأت الأمال بانطلاقة شوط جديد، أسماء جديدة وشعارات معروفة صالت وجالت بجميع الميادين، حققت انتصارات عديدة وأيضا سجلات حافلة بالإنجازات. نتواصل بالانطلاق مع أول المراكز لنرى هنالك إبداع، من تتواصل بهذا الإبداع المميز بهذا الانطلاق الجميل. وهذا واحد الأسماء التي صالت وجالت وحققت الانتصارات المميزة، راشد بن سعيد بوضحة المري يقدم لنا إبداع مع أول المراكز مع هذا التقديم المميز بهذه القيادة السليمة مع أول المراكز. المركز الثاني تواجد للزاهي حمد بن سعيد بن مهيرة المري يقدم لنا زاية بهذا التقديم الزاهي المميز على أول المراكز. المركز الثالث تتواجد مشكورة ناصر بن عمير رمزان النعيمي، والمركز الرابع يتواجد أو تتواجد خطيرة ناصر بن علي العوض المري يقدم لنا خطيرة لتعلن الخطر وتنطلق مع المركز الرابع. خامس المراكز تواجد لانطلاقة المركز الخامس والشايقة لسالم بن محمد بن عريج المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة، ولكن أعود بحضراتكم للصدارة، أعود مع المقدمة، أعود إلى أول المراكز. تغيرت الأمور وصارت هنالك خطيرة، من أعلنت الخطورة، من أعلنت هنالك الإثارة المميزة بانطلاقتها الجميلة على أول المراكز. خطيرة لناصر بن علي العوض المري يقدم لنا هذا المسمى المشارك والمنطلق أمام أعينكم بانطلاقة أول المراكز. انتصفت المسافة وعمري هذا الشوط. ثاني المراكز تتواجد مشكورة لناصر بن عمير الرمزان النعيمي. المركز الثالث تتواجد زاي حمد بن سعيد بن ميرة المري. ورابع المراكز شايق لسالم بن محمد بن عريج. خامس المراكز تواجد من قبل الكايدة لعلي أو هنالك الكايدة لسعيد بن علي بن ميرة المري. إذا المركز الخامس تتواجد الشيخ علي المبارك بن محمد آل فيدة مبارك بن محمد آل فيدة الهاجري مع المركز الخامس. ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، أعود مع انطلاقة خطيرة مع تحية الكيلومتر الأخير. خطيرة 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 بدأت تتواصل وتباعد المسافة عن بقية الأسماء المتواجدة، وأيضا تظهر لنا هذه الإبداعات المميزة وهذه الانطلاقة الجميلة مع أول المراكز. لا منافس لا منازع لانطلاقة خطيرة المتواصلة مع الصدارة. ناصر بن علي العوض المري يقدم لنا خطيرة هذه المميزة المتواصلة مع صدارة هذا الشوط. ولكن يا راعي خطيرة، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلت هنالك الانطلاقات المميزة جلمودة قادمة مع المركز الثاني. الله يا جلمودة، عبد الله بن علي بن سلام الهاجري يقدم لنا جلمودة كي يحقق الانتصار الثاني في هذه الفترة الصباحية ليسجل النقطة الثانية كما سجل ناموسا بانطلاقة الأمتار الأخيرة، وكما أيضا يتواصل بانطلاقة جلمودة مع هذا الشوط. غيرت جلمودة وانطلقت مع الصدارة. جلمودة 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 وسلالة جلمود تتواصل بانطلاقة جلمودة مع أول المراكز. جلمودة مع الصدارة مع المقدمة. عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري نهني على حصول جلمودة على أول المراكز. سلام جلمودة سلام، سلام بن سلامة سلام، وتحية واحترام لحصول جلمودة على أول المراكز. المركز الثاني كان الوصول من قبل ثلاث المراكز خطيرة ناصر بن علي العوض من المركز الثالث. كان الوصول على ثالث المراكز العنود لمحمد بن راشد الجبر النعيمي.